مرحبا بك في الأيقونة الثقافية. البعض يقول إنه المهرجان تاعكم يحب ينافس مهرجان موسيقى صوفونية، شنو رأيك في هذا؟ لا أنا كما حكيت ذكري يعني بالنسبة هما زوج مهرجانات متكاملين. احنا تأسيس مهرجان موسيقى العالم كان كما قلت بحكم التجربة اللي صارت لي لما حضرت مهرجان السيمفونية في 4 دورات، وكنا نبرمجوا فيه بعض العروض غير السيمفونية كما جاز كما جوسبيل كما بلوز. فوقتها لفت نظر من طرف الوزارة وأنه ماذا فينا نحافظ على خصوصية مهرجان السيمفونية، بقية العروض الأخرى اللي هي زادت تستقطب جمهور سواء توريست أو جماهير يعني تونسية. فعلاش جات الفكرة باش نعملوا مهرجان آخر موسيقى العالم، والفترة بتاعه بعد المهرجان السيمفوني، يعني وأنه مددوا الفترة بتاع ترشيد المسرح الآخري بالجنب، ونعطيه فرصة لجمهور آخر اللي ربما مش مغروب بالموسيقى السيمفونية باش يحضر عروض موسيقى أخرى من حق، ونربحوا يعني زوز مهرجانات كبيرة في الجنب، معناها أنه ده مش تنافس هو تكامل. في الندوة الصحفية سمعتك ذكرت أنه الوزارة هي طلبت مهرجان آخر، والوزارة هي نفسها ما حبتش تعطي لك الدعم، لا وزارة السياحة ولا وزارة الثقافة. هل تخلت وزارة الثقافة على مهرجان موسيقى العالم؟ لا ما تخلتش، هي بالنسبة للوزارة السنة يعني السنة ظروف تقول وأن ظروف اقتصادية للبلاد يعني ظروف استثنائية ما تمكنتش باش تدعم مشكل مهرجان الجنة، تقول حتى برشا مهرجانات يعني ما دعمتهمش. هذا يا معناها الرد نتاع الوزاره الى حد اليوم. ان شاء الله انا مازلنا متفائلين، مازلنا معناها باش نطالب الوزاره باش معناها تعطينا دعم باش يمكن نجم نزيدوا نطريوا معناها البرمجه نتاعنا ربما زاد في الايام القادمه. بالنسبه لعرض جيبسي كان تحكي لنا عليه، وكيفاش كان التواصل معاهم؟ معنا صعيب ساهر؟ لا الحقيقه مش صعيب، لانه مؤسسه جيش هي اللي الحقيقه المنتج بتاع العرض هذا، هو عرض خاص مهرجان موسيقى العالم جم، هو يعني العرض الحدث في السنه في الدوره الخامسه نعتبروه، وانه مجموعه جيبسي مش تكون معناها معانا، وخاصه وانه مش يقع مزج مع موسيقيين تونسيين باش يعاودوا اغاني تراثيه لكل من الجاموسي جورنو راهو جورنو و جاموس وجويني، هذه جويني معناها ثلاثة قامات فنية تراث باش يعاودوا معناها في جملة يعني البرنامج بتاعها في السهرة باش يعاودوا هذوما صحبة موسيقيين تونس اوركستر تونسي باش مع مجموعة جيبسي. شكرا لك.